خدمات المملكة العربية السعودية لزوار الحرمين الشريفين تفوق الوصف، فالسعودية تهدف من خلال ذلك إلى أن ترتقي بخدماتها وتوجد الحلول العاجلة في سبيل أن يؤدي الزائر نسكه بأمن وأمان واطمئنان من خلال التوسعات المبهرة والخدمات المتجددة في كل عام. أكثر من ثلاثة ملايين شخص شهدوا ختم القرآن الكريم في الحرمين الشريفين المكي والمدني. حشود تؤدي مناسكها بكل يسر وسهولة في ظل جهود جبارة سخرت لخدمتهم من قبل السلطات في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود المملكة العربية السعودية لم تتوانى يوم من الايام في تسخير كل امكاناتها وطاقاتها البشريه كانت او الماديه من اجل تسيير اعمال الحج والعمره وخدمه ضيوف الرحمن حيث رصدت ميزانيات مفتوحه لخدمه الحرمين الشريفين ويكفي كجزئية أن التوسعة الأخيرة كلفت أكثر من 100 مليار ريال سعودي كما أن التجربة السعودية في إدارة الحشود هي تجربة عالمية مستقاة وتبحث الكثير من الدول عن كيفية الاستفادة منها هذا ولم تتوقف مشاريع التطوير والتوسيعات طيله العقود الماضيه رغبه في تسيير اعمال الحج والعمره بسلاسه واداء المناسك بسلاسه وحمايه الحجاج وسلامتهم لخير شاهد ودليل فمن يقصد المملكه سيلحظ كل عام تجديدا وتميزا في الخدمه المقدمه للحجاج والمعتمرين والزوار ايضا هذا ولم يكن الاهتمام الذي توليه الدولة بالمشاعر المقدسة وليد اليوم بل كان أساسا من أساسات البناء التي وضعها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ومن ثم سار عليها أبناؤه البررة الكرام وأكمل المسير على هذا النهج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ليرسم خطة عشرين ثلاثين الهادفة لتطوير الحرم خدمه للبيت الحرام وحجاجه